من يتقدم، ولكن الجانب الثاني تاتي مياسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الخطير احمد بن سلطان بن رشيد يصل في هذه اللحظات، والوصول من الجانب الاخر لتاتي هناك مشاهدينا من ديار ايضا من هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا من ديار على المركز الرابع. انتقل مباشره هنا الى المركز الخامس ليجد ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي، ولكن الدخول ورحبوا معي بهذا الاسم الكبير والعملاق، انها الحذرة وصلت في هذه اللحظات لهجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقود هذا الاسم، وهناك هجن زعبيل التابعة لسيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم من يتواجد هنا على ارض هذا الميدان متابعا لهذه الانطلاقات، بينما هناك الوصول في هذه اللحظات اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي، وصل في هذه اللحظات ياتي شعار هجن الرياسه مع وبره ليتواجد سعيد بن الدري الفلاحي مضمرا ومتابعا لهذا الشعار. انتقل مباشره هنا الى المركز ايضا الثامن لاجد شعار هجن الرياسه ديمو وسهيل ابن احمد بن دري الفلاحي، بينما المركز العاشر وصلت الواريه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهاجري في عمليه التضمير والتدريب التدخلات هناك من الطياره لهجن الرياسه. مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في عمليه التضمير والتدريب. هكذا الانطلاق، هكذا الاداء الجميل، هكذا النجوميه الرائعه هنا مشاهدين الاعزاء في امسية الستة كيلومترات وضمن انطلاقة شوطنا الثالث عشر الخاص هنا بالذلل المحليات الاصايل. اسير الى مقدمة الشوط، اسير الى صدارة رشيدة. رشيدة تأتي في المركز الاول تحمل شعار سمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم، يتواجد حمد بن علي العويسي بخبرته الكبيرة والعملاقة مضمر النجوم الخمس، يأتي الشاعر ليقدم رشيدة في هذا الشوط. بينما المركز الثاني الوصول هناك من مذيار من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي، بدانا بانتصاف المسافة، تدخلت الحذرة من الزاوية الصعبة لتاتي ايضا بشعار هجن زعبيل. يتواجد هنا مشاهدين الاعزاء راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتواجد المتألق في عملية التضمير والتدريب. انتقل مباشرة هنا الى المركز الرابع، الوجود من اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يتواجد سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. وصلت ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي يقدم هذا الاسم، والوصول هنا من اللي هي ديمة من هجن الرياسة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. اكتفي بهذا القدر واعود الى الصدارة الاولى، اعود الى المقدمة الحذرة، الحذرة اللي بدأت تغير هناك مع رشيدة، والحذرة المملوكة لهجن الزعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والوصول هنا من رشيدة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، والوصول من مذيار لهجن العاصفة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير المتألق ومضمر النجوم الخمس والواثق على مقدمة هذا الشوط. المثلث الذهبي يتشكل هناك مع المقدمة والصدارة. الله 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 على هذا الأداء الجميل، على هذه النجومية الرائعة. الحذرة الحذرة بدأت تغير الصدارة، بدأت تسير إلى المركز الأول من هجن زعبيل التابع لسيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يتواجد هناك في عملية التضمير والتدريب في هذا الانطلاق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، ولكن التدخلات
في هذه اللحظات من مذيار، وصلت مذيار من هجن العاصمة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، ودخول من رشيدة ايضا لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي. الله 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 الله، العودة من الحذرة، العودة من الزاوية اليمنى، ايضا اصعب زاوية في الميدان، من تتجول هناك الحذرة صاحبة السيف هناك في دولة الكويت الشقيقة، وصاحبة ايضا السيارة في ايضا دولة قطر ومهرجان الشحانية. الله الله الله، كفت مليئة ايضا بالترشيحات من خلال الانجازات الكبيرة، ولكن التحركات هنا من رشيدة رشيدة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم، يتواجد حمد بن علي العويسي، وهناك مذيار، مذيار اللي بدأت تسير الى الصدارة، مذيار لهجن العاصمة، حمد بن راشد بن غدير، وصلت الطيارة، وصل المميز، وصل المميز. الله الله، مبارك بن احمد بن مايد الخيلي من يقدم الطيارة، وصلت ديمة لهجن الرياسة ليتواجد سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، ومن الجانب الاخر الوصول من مصيحة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي الأخير. وصلنا هذا الكيلو، وصلنا الانطلاق القوي، التحدي المثير، مذيار رشيدة الحذرة ثلاثية ولا أروع، هنا مع مقدمة شوط الواصلة ديمة والطيارة ومصيحة من هجن الرياسة ليتشكل السداسية. الله 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 الله، مذيار يا مذيار، وصلنا منطقة الأعلام، وصلت الحذرة، وصلت الحذرة من هجن زعبيل، بدأت تتسلل إلى مقدمة شوط إلى المركز الأول. الله 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 الله، هنا كمن يتواجد، من يقدم هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد ابن مراشد، وصلنا ال 500 متر الأخيرة، تحركت الحذرة، الحذرة 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 على المركز الأول، أيضا علي الجمري أحد المتيمين وأيضا العاشقين لهذا الشعار ومرشح الحذرة بالفعل، من يأتي على الصدارة؟ الحذرة، حيوها حيوها حيوها، تستاهل التحية، تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات لهجن زعبيل ولمالك يا سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم. شكرا يا المتألق، شكرا يا المتألق، أيضا تضيف السيارة، تضيف الإنجاز الكبير، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، على هذا الانتصار. هذه هي أيضا اللي هي مشاهدين الأعزاء اللي هي الحذرة، تهانينا للمتألق راشد بن محمد سعيد بن مراشد. المركز الثاني كان الوصول هناك مع ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هناك مذيار من هجر العاصفه رشيده في المركز الثالث، لايضا سمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. والمركز الرابع وصلت ديمه لهجن الرياسه. المركز الخامس كانت الياف اللي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدين الاعزاء، متعه واثاره وانطلاق رائع وجميل. الياف هي من تعلن، او الحذرة بالفعل هي من تعلن هذا الفوز والانتصار لهجن زعبيل. تهانينا والناموس ايضا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق، يتألق مع ايضا احد الاساطير الكبيرة والنجوم اللي هي هذا الاسم الذي قدم الحذرة مع هجن زعبيل. هنا التوقيت الزمني من المخرج اسامة الهواري. اذا مشاهدين الاعزاء، متابعينا الكرام، لحظات ايضا وصول الحذرة بهذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير، الانجازات كبيرة وعديدة، ولكن ايضا الوقت ياتي هنا بالسرعة الرائعة. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز هجن زعبيل مع الحذرة صاحبة السيف في دولة قطر الكويت، وصاحبة ايضا السيارات في دولة قطر. وهنا تضيف سيارة اخرى 9:22 جزءا فرحا مستبشرا مرافقا للحذرة في هذا الشهر من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز، سلام هجن زعبيل، سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من وصلت مذيار من هجن العاصفة، وكان ايضا الواثق حمد بن راشد بن غدير 9:26 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث قدمت عرض رائع وجميل، كانت رشيدة ايضا القادمة هنا ب9:26 وايضا لحظات الوصول. يا مخرجنا العزيزي والرائع اسامة الهواري، اعطنا المركز الثالث، لحظات وصول رشيده 9:26 ثلاث اجزاء من الثانيه. شاهدنا القوه والحماس، وشاهدنا الحذره من هجن زعبيل تخطف اضواء هذا الشوط. هكذا تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله.